عامله ايه يا نعيمه؟ كويسه يا اختي، الحمد لله. اهلا وسهلا. مش هتقولي لي اتفضلي؟ ده احنا حتى عيله واحده. لا عيله واحده ده ايه، انا خلاص نفضت ايدي منكم من زمان. واذا كان حسن بقى بعتك تقولي كلمتين قوليهم يلا واخلصي. لا انا حسن ما بعتنيش ولا حاجه، انا جايلك من نفسي، اصلك وحشتيني يا نعيمه. ما تشوفيش وحش يا دلعادي، مالك بتبصلي كده ليه؟ ليه؟ ايه اللي كان بيني وبينك علشان تموتي ابني يا نعيم؟ قولي لي يا نعيم، عمل لك ايه عبد الله؟ ده انت بينك اتجننتي خالص يا عيني، البرج اللي فاضل طار، خلاص اتهبلتي. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ خدي بعضك بقى وتوكلي على الله يلا، لحسن انا مش فاضيه. بس انا مش هطلع من هنا يا نعيم، عارفه ليه؟ مش هطلع غير وانا واخده روحك. روح مين يا اختي اللي هتاخديها؟ بقول لك ايه؟ شكلك كده فعلا اتجننتي. تكونش زينب هي اللي قالت لك الكلمتين دول عشان تبعد التهم عن نفسها؟ روحي شوفي مين اللي عمل فيك العامله السودا دي وخدي حقك منه. انت يا نعيم، والخوف انا شايفاه في عينيكي. خوف ايه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ هقول لك، انت خفتي على ابنك فخدتي ابني ريتار رهينه، مش كده؟ اسمعي، ما تجيبيش سيره ابني على لسانك، والا والله العظيم اكون مقطعاكي بسناني. هو ده اللي انا عايزه اسمعه. كنت عايزة تنتقمي من كريمة بعد اللي عملته فيكي، تقومي تعملي ايه؟ تموتي حفيدها وتكسري قلبها عليه، مش كده؟ والواد يعني امه حس بايد غريبة فضل يعيط، تسكتيه ازاي بقى يا نعيمة؟ تكتمي نفسه عشان محدش يسمعك ولا يشوفك. لا ده انت خلاص اتجننتي خالص. لا انا ما اتجننتش، وانت لسه ما شفتيش جنان. ده انا هخليكي تندمي على اليوم اللي دخلتي في البيت الكبير. عارفة يا نعيمة انا هعمل فيك ايه؟ انا هموتك وهاخد روحك وهقطعك حتت، وبعدها هاخد روح ابنك. ماشي يا نعيمة. هددتني وكانت عاوزه تقتلني فكلمت البوليس. يا فندم انا المحاميه شهد عبد الله عبد الجواد. اهلا وسهلا. ايه اللي حصل يا ريتال؟ ايه اللي حصل يا فندم؟ ريتال متهمه انها تهجمت على مدام نعيمه في بيتها وكانت عايزه تموتها. مش صحيح. وبعدين انا ايه اللي بيني وبينها عشان اتهجم عليها وابقى عايزه اموتها؟ يعني مدام نعيمه بتتهمك كده زور؟ اكيد يا فندم زور. لحضرتك ما تعرفوش ان مدام نعيمه تبقى مرات المرحوم عمي عبد الحكيم عبد الجواد ومخلفه منه ولد اسمه كريم. ده صحيح الكلام ده؟ ايوه يا حضره الضابط. بس يعني بس ايه يا مدام نعيمه؟ يا فندم مدام نعيمه مش عايزه ابن عمنا يعرفنا عشان متجوزه من الاستاذ عصام، واخت ريتال كانت راحه تتكلم معاها بس مش تهددها يعني ولا حاجه. يعني ايه تنبهني؟ يعني مش فاهمه يا مدام نعيمه. انت عارفه ان حسن ومروان مش هيسيبوا اخوهم يتربى بعيد عنهم. يا فندم انا هكون صريحه معاك، عم الله يرحمه وصى مروان وحسن على اخوهم الصغير، وحضرتك عارف الوصيه عند الصعايده عامله ازاي، لازم تتنفذ. واكيد مش هيسيبوا الولد الصغير يتربى بعيد عنهم، وريتال كانت خايفه عليهم لا يبقى ليهم اي رد فعل على نعيمه، وحسن وصاها لو ما جابتش الولد من نعيمه مش هيسيبها. الكلام ده مش صحيح يا فندم. ريتال كانت خايفه على جوزها لا يبقى ليه اي رد فعل مش محسوب، وبعدين ده ابو ابنها اللي راح وابنها اللي جاي كمان. انا بقى ما كنتش عايزه اتنازل عن المحضر. لو ما كانش ده حصل كان هيحصل بلاوي تانية. ايه؟ خايف من حسن ولا من عيلة عبد الحكيم؟ اخس، وانا اللي كنت فاكره ان الناس كلها فران تحت رجليك. في حاجات كتير اتغيرت.
حاجات زي ايه بقى اللي اتغيرت؟ يا ريت تفهمني كده عشان اعرف اخري ايه. اخرك اللي هيقولوا عليه. وبعدين انا كلمت الراجل الكبير وقال لي اللي يقدر على التاني يخلص عليه. وانت طبعا ما تقدرش على حاجه ولازم تروح تقدم فروض الطاعه والولاء. قلت لي بقى كده. ايوه بقى، بان كده على حقيقتك وبان على اصلك. انا كنت فاكراك ذكر يا اخويا، جزيت رقبه بدري واتجوزتني غصبانيه وبالعافيه. بقولك ايه، اوعى تكون فاكر ان انا اتجوزتك عشان سواد عيونك. لا يا حبيبي، انا اتجوزتك عشان كنت فاكره ان انت راجل قوي وتقدر تحميني والناس كلها تحت جزمتك، انما بالعربي كده طلعت خيخه. ايه الطريقه البيئه دي؟ بقولك ايه، انا مش مستغنيه عن روحي. ايوه، مش مستغنيه عن روحك، هو ده السؤال اللي انا كنت عايز اساله لك. هو ايه الكلام اللي قالته ريتال واحنا ماشيين في القسم؟ قالت ايه؟ قالت انها مش هتسيب طارق ابنها، وان زي ما انت قتلت ابنها هتحط رقبتك تحت رجليها. مجنونه وبتخرف. لا مجنونه ولا بتخرف. هو انت قتلت ابنها وقت ليه يعني؟ انا مفيش حاجه وحشه بيني وبين ريتال زي عشان اقتل ابنها، وبعدين ده عيل صغير قتله ليه يعني؟ يا نعيمه، اللي اسمها ريتال دي مش هتسيبك، انا شفت ده في عينيها. قولي لي الحقيقه عشان اقدر اقف جنبك واساعدك. قولي لي، صرحيني. ما كانش قصدي والله، انا بس كنت عاوزه اسكته، انما ما كانش قصدي اموته. تسكتي ازاي يعني؟ بعد الليلة الرهيبة اللي قضيتها في القبر دي، الليلة اللي محدش يطيقها ولا يتحملها، خرجت وأنا كل انتقام. كنت عاوزة انتقم منهم واحرق قلبهم، وقلت أخطف الواد. وأنا باخده قاعد يصوت ويصرخ، حطيت إيدي على بقه بس علشان أسكته عشان ما يعملش فضيحة، لكن نفسه اتكتم ومات. بس والله العظيم وحياة ابني عندي، أنا لا كنت قصد أقتله ولا كنت عاوز أموته. يعني أنت اللي قتلت الواد. طب يا نعيمة، الحقيقة أنت كنت حد غالي عندي قوي، بس بعد اللي قلتيه من شوية عليا هنا كان صعب قوي، وأنا اللي كنت فاكر إنك واقفة جنبي وإنك تحت طوعي، انما اطلع ان انت محتاجاني علشان احميك واحمي ابنك. بس للاسف بقى يا نعيمه، انت هتخرجي من هنا على سرايه حسن، وهو بالمره بقى اصفي الامور اللي بيني وبينه ويشيلها لي جميله. طبعا ما انا سلمته اللي قتلت ابنه، وبالمره اخلص منك بقى. انا عامل فيها ذكر، انا خيخه يا بيئه. لا لا، انا والله العظيم كنت بقول كلام كده، كلام نسوان 100,000 وقت زعل يا اخويا، وانا استغنى عنك. كلام نسوان يا بيئه.